السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخبار، مين بيتفرج على الماتش؟ مين سايب المحاضرة وبيتفرج على الماتش؟ طب مين فتح المحاضرة والماتش مع بعض؟ أنا بسمع المحاضر بس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه رأيكم في السؤال اللي أنا سألته ده؟ في حل نرجعه للقديم. بتحسسوني على فكرة، بتحسسوني في حاجة. أنا مش بسأل السؤال ده اعتباطا، يعني في حل نرجعه للقديم. طب احنا بنشتغل دلوقتي على اوفيس 2010، في حل نرجعه للقديم؟ وبرضه لسه بنشجع القديم، صح؟ تمام، صح. حد ذاكر؟ حد عنده أسئلة؟ أهلا وسهلا بكل الناس اللي أول مرة تحضر. مش فاهم التاب قوي. حاضر. لا، محدش هيسمعني، محدش هيسمع حضرتك، أنا بس اللي بتكلم.
اورينتيشن حاضر. اللي عايز يتابع المحاضرات اللي قبل كده يدخل على اللينك ده. الثلاث محاضرات السابقة موجودين على اليوتيوب على اللينك ده، او يتابع على قناة الأكاديمية على اليوتيوب هيلاقي المحاضرات. تمام، دي المحاضرة رقم 4. حد ليه أسئلة تانية؟ أسئلة الكورس ده بتاع ايه والمحاضرة بكام والحاجات دي كلها أسئلة للدعم الفني، أنا بتكلم على أسئلة ليا أنا. لا مش موجودة لسه. أسرع شوية. أنا كل ما أجي أعمل ترين كده ممكن نبدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تعالوا النهاردة نتكلم عن شوية حاجات بسيطة كده فيها إجابات لأسئلة كتير اتسألتها من خلال المحاضرات اللي فاتت. احنا النهاردة عندنا دوكيمنت زي ده كده طويل كده زي ما احنا شايفين، مكون من اكتر من صفحة
عايزين اول حاجة عايزين نعرف ازاي نتنقل من عنوان لعنوان جوه الدوكيمنت. اللي ما حضرش معنا قبل كده كنا بنعمل ايه؟ من قائمة من الفيو تاب بكليك على نافيجيشن بين، بلاقي العناوين مكتوبة قدامي، الهيدينجز اللي بتبقى معمولة بهيدينج ستايل زي ده كده. طيب ازاي اعمل العنوان بهيدينج ستايل؟ من هوم تاب تحت ستايلز جروب بختار هيدينج ستايل من الهيدينجز اللي موجودين، او لو عملت كليك على الدايلوج بوكس لانشر كده هلاقي ستايلز جاليري موجود فيه هيدينج ستايل زي ما احنا شايفينهم، هيدينج 1 هيدينج 2 هيدينج 3 هيدينج 4 هيدينج 5 وهكذا. اول ما مايكروسوفت وورد بيشوف الستايلز دي بيديتكت انها عناوين، وبالتالي بتبقى موجوده في النافيجيشن بين زي ما شفنا قبل كده. طيب الدوكيمنت ده مكون من اكتر من صفحه، عايزين نرقم الصفحات دي. تمام، ساعات بنشوف في الكتب زي ما احنا شايفين كده، مثلا هنا مفيش ارقام زي ما احنا شايفين. تاني صفحه موجود مكتوب بيج 2 هنا على الهامش في اليمين كده، تالت صفحه بيج 3 وهكذا 4 و5 لحد الاخر كام 9. طيب بنعمل الكلام ده ازاي؟ الحقيقه مايكروسوفت وورد بتقدم لنا فيتشرز متعدده نقدر نتحكم فيها، نتحكم منها في ترقيم الصفحات او عدد الصفحات. احنا هنا مكتوب بيج 2، ممكن اخلي الرقم 2 بس مش من غير كلمه بيج، ممكن اخليه بيج 2 اوف كذا اوف 9 مثلا، هم 9 بيجز، يبقى دي الصفحه الثانيه من 9 على اساس ان انا اكتب في كل صفحه عدد صفحات الدوكيمنت، يبقى رقم الصفحة وعدد صفحات الدوكيمنت. تمام، الكلام ده كله بعمله منين؟ احد الحلول ان انا استخدم الهيدر والفوتر. طب هو ايه الهيدر والفوتر دول؟ رأس الصفحة وتذييل الصفحة. تمام، الجزء ده كده اسمه الهيدر، والجزء اللي تحت ده اسمه الفوتر، او بالعربي رأس الصفحة وتذييل الصفحة. تمام، بتحكم في الهيدر والفوتر منين؟ في وورد 2010 او وورد 2010 من insert tab، هلاقي عندي جروب كاملة اسمها header and footer، موجود فيها ثلاث جاليريز. اول جاليري اسمه هيدر، جاليري اسمه فوتر، وجاليري اسمه بيج نمبر. تعالوا نتكلم عن بيج نمبر الاول وبعدين نشوف الهيدر والفوتر دول حكايتهم ايه. انت عايز تحط البيج نمبرز دي موجودة فين؟ عايز تحط تضيفها فين؟ عندك اختيارات، توب اوف بيج في رأس الصفحة او في اعلى الصفحة، ولا بوتوم اوف بيج وعايز وتختار المكان اللي انت عايزه من ضمن الجاليري ده، اختار الشكل اللي يعجبك من ضمن الجاليري اللي موجود، سواء في توب اوف بيج او بوتوم اوف بيج او بيج مارجنز في الهوامش في اليمين او في الشمال مثلا، او فوق او تحت زي ما احنا شايفين مثلا في الدوكيمنت بتاعنا ده. ارقام الصفحات مكتوبة فين؟ في المارجن اللي على ايه؟ اللي على يمين الصفحة. تمام؟ ولا عايز تكتبها، تكتب ارقام الصفحات في current position يعني في المكان اللي انت واقف فيه. تمام؟ بيج نمبر، لو اخترت current position هيضيفها فين؟ في المكان اللي انا واقف فيه زي ما انا شايف كده، ايا كان المكان هو ملوش دعوه،
هو قال لي current position، يبقى current position حتى لو كاتب مثلا في نص الصفحة كده هيضيفها لك في نص الصفحة في المكان ده. تمام؟ تمام. يبقى انت ممكن تضيف ال page number او ارقام الصفحات في اعلى الصفحة top of page او اسفل الصفحة bottom of page او في هوامش الصفحة في ال page margins، وبتقدر تختار من الجاليري جميع الجهات اللي انت عايزها. او في الكرنت بوزيشن ممكن تعمل كليك في اي مكان في الصفحة في المكان اللي انت عايزه ويضيف هو البيج نمبرز اوتوماتيك في نفس المكان في كل الصفحات. تمام؟ طيب لو عايز تريمور البيج نمبرز كده مثلا، انا عملت كليك على ريموف بيج نمبرز، تمام؟ ده لو عايز تعمل ريموف للبيج نمبرز. طيب عايز تعمل فورمات للبيج نمبرز، يعني ايه فورمات؟ يعني عايز تختار شكلها بقى. طب انا عايزها بدل 1 2 3 دي تكون اي بي سي مثلا، او الف ب ج او الف ب ت ث، سواء كان اي ترتيب من الترتيب بتاع الالفابيتيكال العربي القديم او الجديد، القديم اللي هو ابجد هوز اللي معروف ده، الجديد اللي هو الف ب ت ث وهكذا، او تختار مثلا الارقام اللاتيني وهكذا. طيب عايز تبدا ترقى تاخد ارقام الشابترز او الفصول او السكشنز زي ما هنشوف بعد كده لما نيجي نتكلم عن السكشنز والهيدنجز. طيب عايز تبدا الارقام من رقم معين، احنا هنا بادئين من واحد، لو انت عايز تبدا من رقم تاني غير الواحد ممكن تبدا من 10 مثلا، من 11، زي ما انت عايز، زي ما تختار. تمام؟ ده بالنسبه لارقام الصفحات. طيب تعالوا نشوف ايه موضوع الهيدر والفوتر ده. رأس وتذييل الصفحة. ممكن في وورد 2010 او في وورد 2010 ممكن اختار هيدر او فوتر من الجاليريز الجاهزين دول كده. لو انا عملت كليك على كلمة هيدر هيظهر لي جاليري في اشكال مختلفة من الهيدرز. الهيدرز دي ممكن انت تصممها وتسيبها كبيلدينج بلوك زي ما هنشوف كمان شوية. يعني كل الهيدرز دي بتبقى متصممة بنفس الاشكال دي جاهزة، ممكن انت تضيف عليها لو عايز، لو انت في هيدر بتستخدمه كتير ممكن تصمم الهيدر بتاعك وتضيفه للبيلت ان هيدرز دي زي ما هنشوف كمان شوية. نفس الكلام في الفوتر، هتلاقي برضو جاليري للفوترز، وفي نفس الوقت تقدر انت تصمم الجاليري اللي انت هتصمم الهيدر او الفوتر اللي انت عايزه وتضيفه للجاليري اللي تحبه زي ما هنشوف. يبقى انت ممكن تضيف مثلا الهيدر ده كده، اوتوماتيك هتلاقيه اضاف للصفحات بتاعتك. تمام؟ زي ما احنا شايفين كده. وبلاحظ حاجة، بلاحظ ان دلوقتي بقى الهيدر هو اللي اكتف، والكلام البادي بتاع الصفحة او البادي بتاع التكست مش هقدر اعدل فيه حاجة دلوقتي الا لما اخرج من ايه؟ الا لما اخرج من الهيدر او لما انتهي من تصميم الهيدر. طيب هلاقي جوه الهيدر فيلد، الهيدر اللي انا اخترته ده مثلا هلاقي جواه فيلد مكتوب فيه ايه؟ تايب ذا دوكيومنت تايتل. تمام؟ وهلاقي في نفس الوقت من ضمن التغييرات اللي انا شايفها ان ظهر عندي تاب جديد في الريبون اسمه ايه؟ هيدر اند فوتر تولز ديزاين. هيدر اند فوتر تولز ديزاين، في ادوات ممكن اتحكم من خلالها في الهيدر والفوتر. هلاقي برضو فيها الجاليريز، هلاقي في اول جروب هيدر اند فوتر نفس الجروب اللي انا شفتها في انسيرت تاب
هيدر وفوتر وبيج نمبر هلاقيها موجودة في الهيدر اند فوتر ديزاين، هيدر وفوتر وبيج نمبر. بحيث ان انا لو احتاجت اغير الهيدر او اغير الفوتر الاقي الجروب دي موجودة قدامي. هلاقي جروب تانية اسمها insert اقدر اضيف فيها، اضيف من خلالها quick text او auto text من خلال properties بتاعت الدوكيمنت بتاعي، واقدر اضيف صورة او data او time وهكذا. اوامر ممكن اتحكم من خلالها في الهيدر والفوتر. طيب علشان ممكن من خلال نافيجيشن جروب في الريبون، داين تاب في الريبون، ممكن اتحكم من خلالها من خلال الاوامر دي بتاعه نافيجيشن جروب في الهيدر والفوتر. ان انا دلوقتي واقف مثلا عند الهيدر ده، لو قلت له جو تو فوتر كده هيتنقل على الفوتر، وقفني هنا اهو تمام. طب لو قلت له نيكست 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 وهكذا، طب جو تو هيدر، نقل على الهيدر وهكذا تمام. لو بصيت على اول صفحة، لو انا جيت في الدوكيمنت بتاعي متعدد الصفحات ده وبصيت على اول على الصفحة دي هلاقي الهيدر موجود اهو، ده الهيدر اللي انا كاتبه او اللي انا اخترته. الصفحة دي كمان موجود او الصفحة دي كمان موجود. لو رجعت لاول صفحة مش هلاقي الهيدر موجود. احيانا وانت بتتصفح كتاب معين بتلاقي الصفحة اللي فيها اول الشابتر او اول الدوكيمنت اللي بيبقى فيها التايتل، زي ما احنا شايفين تايتل بتاعنا كده الاوفيس بروسيجرز، ما بتلاقيش فيها رقم الصفحة او ما بتلاقيش فيها رقم الشابتر او ما بتلاقيش فيها رقم الفصل، بتلاقي انها من غير الهيدر المعتاد بتاع كل الصفحات. طيب انا اعمل الكلام ده ازاي على برنامج وورد 2010؟ باجي من الريبون في الديزاين تاب في الهيدر والفوتر تولز، هلاقي جروب عندي اسمها اوبشنز، جواها ثلاثة تشيك بوكس. اول واحد اسمه different first page، يعني خلي الصفحة الاولى ايه مختلفة او ليها هيدر مختلف وفوتر مختلف. طالما انا عامل عليها تشيك كده، لو شلت التشيك هلاقي الهيدر بقى زي الايه، بقى زي باقي الهيدرز اللي موجودة في الدوكيمنت بتاعي. طب لو علمت عليها كده، عملت تشيك كده، هلاقي الهيدر والفوتر اختفوا من اول صفحه بس وموجودين في باقي الصفحات. طيب في نفس الجروب في الريبون في الهيدر اند فوتر تولز ديزاين تاب في الجروب اوبشنز، هلاقي تشيك بوكس تاني اسمه ديفرنت اود اند ايفن بيجز. يعني ايه odd and even pages؟ يعني الصفحات الفردية والزوجية. يعني لو انت عايز الصفحات الفردية تكون بهيدر والصفحات الزوجية تكون بهيدر شكل تاني، تقدر تعمل تشيك بوكس على، تقدر تعمل تشيك على البوكس ده في الاوبشنز جروب في الهيدر اند فوتر ديزاين. تمام؟ كده هتلاقي الصفحة الأولى زي التالتة والتانية زي الرابعة وهكذا. طبعا أنا عايزهم كلهم زي بعض، فهرجع كل حاجة زي ما كانت كده، هشيل التشيك بوكس. طيب شو دوكيمنت تكست اوريدي متعلم عليها. طب لما اشيل علامة كده اما اشوف هيحصل ايه، ايه اللي حصل؟ الدوكيمنت تكست كله اختفى وبقت الورقة فاضية، بحيث ان انا وانا بتحكم في الهيدر والفوتر او وانا بصمم الهيدر او الفوتر، عينيا ما تروحش على الكلام واقعد اقراه وانشغل عن تصميم الهيدر او تصميم الفوتر اللي انا عايزه. الصفحه تبقى فاضيه قدامي مؤقتا temporary كده لحد ما اصمم الهيدر والفوتر، وبعدين ارجع على الايه، على الريبون
في الـ Header and Footer Tools Design tab تحت الـ Option Group، اعمل تشيك على Show Document Text، هلاقي كل حاجة رجعت زي ما هي. تمام؟ طيب انا عايز ازود مساحة الـ Header او الـ Footer او اقللهم. المساحة دي مثلا لو انا بصيت على المسطرة هلاقيها سنتي وشوية، تمام؟ ادي سنتي اهو، وادي شوية صغيرين زيادة على سنتي وشوية. طب انا عايز ازودها او اقللها، خليها سنتي بس وهكذا. اقدر ولا ما اقدرش؟ اقدر من خلال الريبون في الـ Header and Footer Tools Design tab، في جروب اسمها Position، ممكن من خلالها اتحكم في السايز بتاع الهيدر والفوتر. لو انا زودت بالاسهم كده زي ما انا شايف، هلاقي الهيدر بيزيد. طب لو انا قللت بالاسهم كده هلاقيه قل تاني، كده بقى سنتي بالظبط مثلا. طب اروح ناحية الفوتر، واحاول اغير السهم التاني، زي ما انا شايف كده ببعد او اقرب، ازود او انقص مساحة البداية بتاعت الهيدر او الفوتر كده مثلا. طيب انا خلصت تصميم الهيدر او الفوتر اللي انا عايزه، نفترض ان انا خلصت تصميم. بكليك على كلوز هيدر اند فوتر، هلاقي الهيدر والفوتر اختفوا ورجعت تاني للدوكيمنت بتاعي. طيب تعالوا كده نشوف الهيدر او الفوتر من انسيرت تاب والفوتر، واعمل انسيرت واختار اي هيدر وليكن اللي انا اخترته قبل كده ده مثلا كده. تمام؟ الهيدر ممكن اعمل فيه ايه؟ ممكن اضيف فيه صورة مثلا، ممكن اضيف فيه اي بروبرتي من البروبرتيز بتاعت الدوكيمنت. فاكرين لما اتكلمنا عن الباك ستيج فيو قلنا لما تعمل كليك على فايل تاب في الانفو هنا، لو انا تمام اديني ضفت تايتل في البروبرتيز بتاعت الدوكيمنت ورجعت للهوم تاب، هلاقي اوتوماتيك التايتل اللي انا ضفته اتكتب هنا في التايتل فيلد في الهيدر. يبقى الهيدر ممكن تحط فيه فيلدز لاوتو تكست، اوتوماتيك تكست معين او لبروبرتيز معينه من الدوكيمنت. طيب بضيفها ازاي؟ لو على الهيدر اند فوتر ديزاين تاب في انسيرت جروب واخترت كويك بارتس، كليك على كويك بارتس، هتلاقي اوتو تكست من الليست. من الاوتو تكست تختار ايه؟ مثلا اليوزر نيم او الانيشيالز الخاصة بالمستخدم، او تقدر تختار بروبرتي من البروبرتيز بتاعت الدوكيمنت. دوكيمنت بروبرتي مثلا سواء الاوثر او التايتل مثلا، لو اخترت تايتل كده هلاقيه اضاف نفس التايتل اللي انا كنت كاتبه اوتوماتيك كده. تمام؟ اي بروبرتي من البروبرتيز اللي انا بلاقيها عندي ليست في البروبرتيز سواء الكومباني او الميل او الكيوردز او اي بروبرتي من البروبرتيز اللي انا ممكن اضيفها
في البروبرتيز في الانفورميشن بتاعت الفايل زي ما شفنا قبل كده، سواء كان في الهيدر او في الفوتر. طيب انا ضفت هيدر نفترض ان انا ممكن اضيف مثلا الديت اند تايم كده الخاص بالوقت الحالي current date and time. طب عايز تضيفه بانه شكل، بالشكل ده ولا الشكل ده ولا الشكل ده ولا الشكل ده ولا اي شكل بالظبط. مثلا لو اخترت مثلا الشكل اللي احنا متعودين عليه في مصر وليكن كده مثلا، قلت له اوكي، هتلاقيه ضاف فيلد اوتوماتيك في الديت اند تايم في الهيدر. تمام. طبعا انا علشان معلم على اعمل تشيك على different first page مش هلاقي الهيدر اللي انا عايزه، مش هلاقي الهيدر موجود او الديت مش موجود هنا وهكذا. تمام. طيب ده بالنسبة للهيدر او للفوتر وهكذا. طيب فيما يتعلق بالهيدر او الفوتر برضو، انا دلوقتي خلاص اديت للهيدر او الفوتر، هقول له كلوز. فيما يتعلق بالهيدر او الفوتر ساعات احيانا ممكن تعمل ايه، بتبقى عايز تضيف مرجع مثلا او كتاب او اسم كتاب معين في نهاية الصفحة. فاكرين الناس اللي كانت بتقرا الكتب، الناس او دايما الناس اللي بتقرا كتب، او حتى الناس اللي كانت بتقرا روايات رجل المستحيل وملف المستقبل وما وراء الطبيعه والحاجات دي كلها، كنت تلاقيه كاتب لك رقم كده مش عارف رقم واحد هنا صح كده، او هنا مثلا بيبقى بين قوسين كده صح، وبعدين تلاقيه كاتب لك تحت في الهامش ايه، لمزيد من التفاصيل ارجع الى رواية مش عارف ايه ولا كتاب مش عارف ايه بتاع رقم كذا كمثال يعني. او بتلاقيها في الكتب بتاعت الجامعة، او بتلاقيها في المراجع وهكذا، في الكتب بتاعتنا اسم المرجع وهكذا، او اسم عبارة حد قالها او معلومات عن حد معين وهكذا. الاوبشن ده او اضافة الهامش بنسميها بالعربي، احنا الناس احنا بنسميها بالعربي الحاشية. الحاشية الهوامش اللي تحت دي بنسميها الحاشية. تمام. طيب لو انت عايز تضيف حاشية او بنسميها بالانجلش في الوورد فوت نوت. تمام. بنسميها ايه؟ فوت نوت. فوت نوت يعني ايه؟ ملحوظة عند الايه؟ الفوتر. تمام. بنضيفها ازاي؟ من insert حد سامعني؟ حد سامعني؟ حد سامعني؟ في مشكلة؟ انا حسيت ان الدنيا مهنجة عندي شوية مش عارف ليه، فقلت افصل الشات شوية، افصل الشيدنج شوية. ما فيش مشكلة؟ طيب تمام. كله سامع وكله شايف؟ طيب. نكمل.
كنا نتكلم عن ان انت مثلا عايز تضيف ملحوظة في الحاشية بتاعت الوورد دوكيمنت بتاعك. قلنا مثلا انت العادي الطبيعي لو انت مش شغال على برنامج الوورد او ما تعرفش الاوبشن دي بتعمل ايه؟ بتيجي تكتب هنا رقم 1 صح؟ وبعدين ممكن تيجي تعمل تعلم تعمل عليه سيلكت كده صح؟ وبعدين تخلي الفونت بتاعه ايه؟ سوبر سكريبت. احنا عايزين نوصل للشكل ده تمام؟ طبعا مش ده اللي انا هعمله كبروفيشنال. لو انا بستخدم وورد بروفيشنالي هبقى عارف ان في اوبشن اسمه فوت نوت في الوورد دوكيمنت بتاعي. طيب بجيبه منين الفوت نوت ده؟ من ريفرنسز تاب في الريبون. هلاقي جروب. لو انا عملت كليك على ريفرنسز تاب في الريبون هلاقي جروب اسمها فوت نوت تمام؟ وهلاقي جواها ايكون او كوماند اسمه فوق انسرت فوت نوت. لو عملت كليك عليه كده هلاحظ انه كتب رقم 1 اوتوماتيك هو اللي كتبه تمام؟ ونقلني اوتوماتيك على اسفل الصفحه او على الحاشيه بتاعه الصفحه زي ما احنا عارفين زي ما قلنا، وكتب الخط بتاع الهامش اوتوماتيك اللي احنا عارفينه. واقدر اكتب انا التفاصيل اللي انا عايزها او الاضافه اللي انا عايز اضيفها هنا تمام. مثلا اللي كانت بتبقى مكتوبه في الروايات بتاعه زمان او بتبقى مكتوبه في الكتب والمراجع والحاجات دي كلها مور ديتيلز مثلا اعمل اي حاجه تمام. ده كمثال. طيب اوبشنز ممكن تختار الفورماتنج بتاع النمبرز، انت عايزها 1 ولا 2 و3 ولا اي وبي وسي ولا الف وب وج ولا ارقام اللاتيني ولا عايز ايه بالظبط وهكذا. طب عايزها تبدا ستارت منين؟ عايزها ستارت من 1 ولا من 10 ولا من 100 زي ما انت عايز. طيب وعايز النمبرز تبدا في نفس الصفحه ولا تكمل؟ يعني مثلا لو انت عملت فوت نوت في اول صفحه هتكتب هنا رقم 1. طيب فوت نوت في تاني صفحة هتبقى رقم 2 ولا رقم 1 برضو؟ على حسب انت عايزها تبدأ في كل البيجز. لو انت عايزها تبدأ في كل بيج هتقول له restart each page تمام؟ وبالتالي في كل صفحة هتبدأ من رقم 1. انما لو اخترت continuous هتلاقي في الصفحه الاولى الفوت نوت رقم 1 و2 و3 والصفحه الثانيه رقم 4 و5 مثلا والصفحه الثالثه رقم 6 و7 و8 و9 وهكذا تمام. طيب احيانا ما بلاقيش في الكتب بتاعتي، احيانا في الكتب بتاعتي ما بلاقيش ايه، ما بلاقيش بلاقي الفوت نوتس دي مش بالارقام 1 و2 و3 بلاقيها نجوم تمام. طيب اعملها نجوم ازاي؟ مثلا او اي علامه باجي من ريفرنسز تاب زي ما اتفقنا نوت دايلوج بوكس لانشر في الفوت نوتس جروبس هات فور مارك اللي انا عايز واقول له اوكي. اقول له انسيرت. زي ما احنا شايفين الانسيرت سيمبل دي لو جيت هنا قلت له فوت نوت
وقلت له نفس الموضوع وانسرت، هيضيف فوت نوت تانية وهكذا بنفس السيمبول اللي انا اخترتها. تمام، يبقى ده بالنسبه للهيدر او الفوتر او الفوت نوتس. اخر معلومه بالنسبه للهيدر او الفوتر او الفوت نوتس علشان نبقى انتهينا من الجزء ده، ان انت ممكن تعمل لو انت غيرت الكاستم هيدر او كاستم فوتر ممكن تعمل له سيف زي ما احنا قلنا سيف ككويك بارتس، ممكن تقول له ايه او ممكن تعمل ايديت هيدر الاول تكتب فيه اللي انت عايزه، وتقدر تعمل له سيف از كويك بارتس. لو قلت له سيف سيف سيلكشن من انسيرت تاب تحت تكست جروبس، كليك على كويك بارتس واقول له سيف سيلكشن ان كويك بارتس جاليري، واختار الجاليري ايه هيدرز، واكتب الاسم اللي انا عايزه اسم الهيدر اللي انا عايزه. ده بالنسبة للهيدر او والفوتر. في ناس كمان سألتني قالت لي ازاي اغير لون الصفحة، وفي ناس سألتني قالت لي ازاي اضيف علامة مائية او ووتر مارك وهكذا. الووتر مارك وتغيير لون الصفحة بلاقي الاوامر المتعلقه دي الفيتشرز دي في البيج لاي اوت تاب في الريبون تحت جروب اسمها بيج باك جراوند، اقدر اختار منها ووتر مارك او بيج كلر او بيج بوردرز حدود الصفحه. تمام، تعالوا نتكلم عن واحده واحده. ولتكن مثلا الاول الووتر مارك العلامه المائيه. اول ما تكليك على الووتر مارك هتلاقي جاليري مكون من 4 ووتر ماركس كونفيدنشال 1 و 2 او دونت كوبي 1 و 2. طيب لو عملت كليك على اي واحد منهم كده مثلا هتلاقيه عمل لك ابلاي اوتوماتيكلي الووتر مارك اللي انت اخترتها بنفس الالوان بنفس الشكل اللي موجوده فيه. طيب انا مش عايز دي، انا مش عايز اختار واحده من دول، انا عايز اعمل كاستم ووتر مارك لنفسي من نفس الليست. بعد الجاليري هلاقي مكتوب هلاقي كوماند اسمه كاستم ووتر مارك، لو عملت كليك عليه هلاقي قدامي ثلاث اختيارات، يا اما نو ووتر مارك لو انا عايز اشيل الووتر مارك، او بيكتشر ووتر مارك لو انا عايز اضيف الووتر مارك دي كصوره، هل انا عايز اضيف صوره مثلا لوجو الشركه بتاعتي كووتر مارك، ممكن اعمل سيلكت للبيكتشر بتاعتي وليكن مثلا البيكتشر اللوجو بتاعنا واقول له انسيرت. طيب انت عايز تعمل سكيل للبيكتشر دي ولا تخليها بنفس السايز بتاعها؟ يعني ايه سكيل؟ يعني عايز تفردها بحيث ان حجمها يبقى كبير اكبر شويه علشان تبقى واضحه مثلا. طب انا هخليها اوتوماتيك واشوف ايه شكلها قد ايه الاول واقول له اوكي. زي ما انا شايف طبعا ده مش واضح ان هو اللوجو، مش واضح ان هو اللوجو بتاع الاورجنايزيشن بتاعتنا او الاكاديميه بتاعتنا، فممكن ارجعه واقول له الكاستم ووتر ماركس وسيلكت بيكتشر واخليه البيكتشر دي، وبدل ما اقول له اوتو هقول له مثلا 100% واقول له اوكي. ضيف الصوره بالحجم الطبيعي بتاعها، وفعلا ضاف الصوره بالحجم الطبيعي في وسط الصفحه زي ما انا شايف كده. لو ركزت هلاقي ان ده ايوه هو ده فعلا اللوجو بتاع الاكاديميه معمول كعلامه مائيه في كل الايه؟ في كل البيجز بتاعت الدوكيومنت بتاعنا. تمام؟
ده بالنسبة لي العلامة المائية لو كانت صورة. طيب لو العلامة المائية بتاعتي تكست، لو انا عايز اضيف العلامة المائية بتاعتي كتكست، هاجي من page layout tab تحت page background group، اكليك على watermark واختار custom watermark، وبعدين بدل ما اختار picture watermark اختار text watermark، واختار language مثلا عربي، واكتب التكست اللي انا عايزه، او اختار تكست من دول. تمام، ممكن اكتب تكست انا عايزه، او اختار تكست من الاوتو تكست دي. يبقى انا بختار لانجويج كده، لو اخترت انجليش هلاقي ايه؟ هلاقي الاوتو تكست بقت بالانجليش. تمام، طيب لو اخترت عربي هلاقي الاوتوماتيك تكست بقت بالعربي. وفي كل الاحوال اقدر اكتب الووتر مارك او التكست اللي انا عايزه جوه الووتر مارك، وغير الفونت وغير السايز وغير الكلر. تعالوا مثلا نكتب Word 2010 course، واختار فونت معين، اي نوع من الخطوط، وليكن مثلا ده، يبقى ايه، هختار مثلا خط كبير شوية وليكن 80، وكنت عايز الشكل دي، اختار مثلا الكلر ده. طيب انت عايز الووتر مارك بتاعتك تكون ترانسبيرنت ولا لا؟ لو عايزها سيمي ترانسبيرنت يعني شبه شفافة تقريبا، تعمل تشيك على التشيك بوكس ده. طيب ولو عايز الووتر مارك بتاعتك تكون هوريزونتال ولا دياجونال، هوريزونتال يعني بعرض الايه؟ بعرض صفحة كده، دياجونال يعني بميل الصفحة او بزاوية كده. انا لو اخترت دياجونال وقلت له ابلاي، زي ما انا شايف هلاقي طبق بنفس اللون اللي انا اخترته ونفس الفونت اللي انا اخترته، نفس الكلام اللي انا كتبته وهكذا. تمام، لو عايز ارجع اعدلها تاني برجع لنفس المكان في البيج لاي اوت تاب، في اختار ايه؟ ووتر مارك، وكليك على كاستم ووتر مارك، واختار الكلر اللي انا عايزه، واختار هوريزونتال مثلا بدل دياجونال، اغير الووتر مارك خلاها افقيه، احتاج ان انا اغير الفونت، يبقى ارجع تاني اغير الفونت من ووتر مارك، واقول له كاستم ووتر مارك، واغير الفونت اخليه مثلا بدل ما هو 80 اخليه 60، واقول له اوكي، بحيث ان انا اقدر اوصل لاحسن سيتنجز انا عايزها. تمام، طيب ده بالنسبه للووتر مارك. طيب لو عايز اغير لون الصفحه دلوقتي، لو لون ممكن من بيج لاي اوت تاب، من بيج باك جراوند، اختار من بيج كلر، اختار اللون اللي انا عايزه. تمام، اختار اللون اللي انت عايزه. طبعا زي ما اتكلمنا على اللايف بريفيو في الوورد 2010، بمجرد ما تشاور بس على اللون بالماوس هتلاقي اللون شكله بقى قدامك، وتختار اللون اللي انت عايزه. طيب كده انا اخترت لون معين وليكن ده مثلا، ايا كان اللون مش مشكله. طيب ده لون واحد، انا عايز اخليه مثلا لونين. لو اخترت من نفس المكان في البيج لاي اوت تاب، في البيج باك جراوند جروب، تحت البيج كولر، كليك على بيج كولر واخترت في الافكتس، اقدر اختار تدرج معين،
سواء one color، طبعا one color هو اللي انا اخترته، او two colors لو اخترت لونين، لو عايز اختار لونين معينين تدرج بين لونين مثلا، ممكن اختار اللون ده واختار لون تاني وليكن مثلا ده مثلا كمثال، ونشوف ونجرب ونشوف هيبقى شكلها ايه. طيب انت عايز شكل التدرج بتاعك يكون ايه؟ هوريزونتال، يعني زي ما انا شايف كده في البريفيو يمكن، او في السامبل اقدر واقول له اوكي، هلاقي الصفحة تحولت الى ايه؟ الى سيراميك مثلا. تمام؟ طبعا هلاقي الووتر مارك او العلامة المائية لسه موجودة زي ما هي، انا مش شلتهاش. لو رجعت تاني للبيج كولر وقلت له في الافكتس واخترت زي ده مثلا كده، اوكي، انت وذوقك وبراحتك يعني. تمام؟ طيب ده بالنسبه للتكستشر. طيب ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن ارجع للبيج كولر واقول له في الافكتس واختار باترن معينه. انت عايز مثلا تخلي الصفحه بتاعتك منقطه كده مثلا، وتقول له اوكي. لو اخترت حاجه زي كده مثلا وقلت له اوكي، هتلاقي الصفحه بتاعتك منقطه. تمام؟ عيش حياتك انت بقى في الايه؟ في الباترنز. ممكن تخليها مثلا مخططه او بالشكل ده او بالشكل ده، ممكن تغير الالوان بتاعت التكستشر او الباترن بتاعك، ممكن تخليها مثلا حاجه زي كده. تمام كده مثلا، تقول اوكي، يعني كل واحد وذوقه، او العكس. ممكن ترجع تاني للفيل افكت تخلي ده ابيض، تخلي ده اللون ده مثلا، اوكي، والنقط كلها ده. تمام. طيب الاكتر من كده كمان، انك ممكن تضيف بيكتشر معينه تبقى كباك جراوند ليك. تمام؟ يعني لو مش عاجبك ولا باترن ولا ولا تكستشر ولا جراديانت، ممكن انت تسلكت البيكتشر بتاعتك وتكون دي مثلا، وتقول له انسرت، وتقول له اوكي مثلا. تمام؟ ممكن تكتفي بالبيكتشر خالص وتشيل التكست لو انت شايف ان البيكتشر هي اللي تقدر توصل فكرتك او تقدر تخدم الدوكيومنت بتاعك زي ما انت عايز. تمام؟ لو رجعت تاني للفيل افكتس واخترت البيكتشر، ممكن اشيل بقى البيكتشر، اختار جراديانت مثلا واقول له وان كلر، واختار مثلا اللون ده واقول له اوكي كده مثلا. تمام؟ انت والريبورت بتاعك او انت والدوكمنت بتاعك زي ما انت عايز، زي ما تحب. تمام؟ طيب انا عايز اسال سؤال في هذه النقطه واجابته تكون المره الجايه. انا عايزكم تدوروا على الاجابه وتتصرفوا فيها، يعني تدوروا على الاجابه اكتشفوها. نقول السؤال دلوقتي ولا في الاخر؟ انا عايز اسال سؤال في النقطه دي، والسؤال ده يكون للمحاضره اللي جايه تجاوبوه. تمام؟ او نجاوبه كلنا في الفورم. اوكي؟ نجاوبه في الفورم احسن. ممكن اساله دلوقتي، نسال دلوقتي السؤال بتاعه. السؤال بتاعنا بيقول ايه؟ لو رجعنا للسكرين شير، الباك جراوند كده، الجراوند اللي انا بطبق على كل ايه؟ على
تمام. نفترض ان انا عايز اطبق اخلي بقى اخلي صفحه لونها مثلا احمر، يعني خلينا في حاجه بسيطه مثلا كبيج كولر. بيج كولر لو اخترت مثلا كولر زي ده، لو اخترت كولر زي ده هلاقي الكولر اتطبق على كل البيجز. تمام، انا عايز اخلي بيج لونها اللون ده، وبيج لونها ليها لون تاني مثلا احمر، وبيج لونها ازرق، وهكذا. ازاي اغير الكلام ده؟ ازاي اغير لون كل صفحه لوحدها على الوان الصفحات التانيه؟ تمام، ده السؤال اللي انا عايزكم تجاوبوه في الفورم. الدعم الفني التكنيكال سبورت ممكن يفتح توبيك معين، التكنيكال سبورت ممكن يفتح توبيك في الفورم، والناس اللي حضرت المحاضره ممكن تجاوب السؤال ده. انا مش هقول الاجابه دلوقتي، بس انا الهدف من السؤال مش هو الاختبار، ولكن هو انك انت تكتشف ازاي توظف التولز اللي انا بقولها لك لخدمه هدف معين انت عايزه. تمام، تمام. حد ما فهمش السؤال؟ حد فهم السؤال؟ محدش يحاول يجاوب دلوقتي. مفهوم لكن الاوفيس لا يوجد لدي. طيب، ممكن تحمل ترايل فيرجن من على موقع مايكروسوفت. تمام، السؤال مفهوم، كلنا هنجاوب. تمام، طيب. هستأذنكم بس بريك 3 دقايق، مش متأخر ان شاء الله، يعني 3 دقايق بس، وبعدين ارجع لكم تاني. تمام، حد جرب اي حاجة؟ حد جرب اي حاجة كده واحنا في البريك؟ حد عنده اي سؤال في اللي احنا قلناه دلوقتي؟ ازاي قام بالارقام الفوت نوت والبتاع الفوت نوت؟ كاسو؟
بتغيرها من الويندوز. الارقام الارقام اللي بتتكتب في الوورد بتبقى من الويندوز مباشرة. خلي الارقام بتاعتك في الويندوز عربي. اللي انا بكتبه ده language pack بتبقى موجودة مايكروسوفت بتقدمها لنا لكل اللغات، كل لغة بيبقى ليها ملف وتسطبه. بس خلي بالك وانت بتنزل ملف العربي مثلا، مايكروسوفت مقدمة ملفين، ملف لنسخة 32 بت وملف نسخة 64 بت على حسب نسخة اوفيس 2010 اللي انت شغال عليها. تمام؟ على حسب النسخة اللي انت شغال عليها. لو انت شغال على اوفيس 32 بت يبقى نزل بتاعت 32، لو انت شغال على اوفيس 64 بت نزل بتاعت 64. تمام؟ اي ثينك ما اعرفش فري ولا مش فري، صح؟ لا ده فرق كبير. يعني فرق في اوبريتنج سيستم بقى، مش فرق في الاوفيس. فرق في البروسيسور وفرق في المذر بورد وفرق في اوبشنز وفيتشرز وسكيورتي وحاجات كتير كده. مش مجال. طيب حد عنده اي سؤال؟ حد جرب اي حاجة ولقى قدامه مشكلة وعايز يسأل؟ انا شايف الناس بتكتب. لحد بس ما اجاوب على سؤالك. حاضر. خطوات ايه؟ 167 خطوات ايه بالظبط وانا اعملها لك مباشره؟ حل ايه الحل؟ لا انا لسه ما حلتش السؤال. وهنا علشان نعمل شير لازم اقفل الشات. طيب اوكي نكمل ولا حد عنده سؤال؟ الناس اللي بتكتب اسئله، يا ريت تكون بتكتب اسئله. ينفع نجاوب على السؤال ده من اوفيس 2007؟ لا. Close the chat and let's continue. Okay, maybe someone have a question. على فكرة هي نفس الإجابة، يعني هي نفس الإجابة، بس أنا عايز الناس تتعود على أوفيس 2010 وتشتغل عليه. الصوت فيه مشكلة؟ الصوت فيه مشكلة؟ حد مش سامع؟ طيب ثانية واحدة كده.
كده احسن. كده احسن. What is Office 365؟ موضوع كبير. Office 365 ده موضوع كبير يعني. طيب كده الصوت فيه مشكلة. Office 365 ده تطبيق عبارة عن مايكروسوفت اوفيس ويب ابس ومايكروسوفت شير بوينت اونلاين ولينك ومجموعة تطبيقات خاصة بمايكروسوفت اونلاين سيرفيسز بحيث انها تفيد الكونكشن او الكونكتيفيتي اكتر بخصوص الشركات وكده. طيب استأذنكم نكمل. اوكي نكمل. نفترض انك عايز تضيف لينك جوه الفايل بتاعك او جوه الدوكيمنت بتاعك، عايز تضيف لينك مثلا لملف معين او لصفحة ويب بيج او اي حاجة من الحاجات دي. اول حاجة بتكتب التكست بتاعك مثلا، كليك هير مثلا، بعدين بتسلكت التكست ده وبتروح لانسيرت تاب تحت لينكس جروب وبتختار هايبر لينك. اوكي بعد ما تختار هايبر لينك بتلاقي بتكتشف ان انت نفسك ممكن تضيف لينك لجزء معين جوه الفايل place in the document او لفايل معين او ويب بيج existing file. ممكن تضيف لينك لفايل معين بحيث انك تكليك، اول ما تعمل كليك على اللينك ده بيتفتح الفايل المعين، بتعمل براوز للجهاز بتاعك سواء في اي مكان في الكمبيوتر بتاعك، او بتكتب، ممكن تكتب في الادرس، ممكن تكتب مكان الفايل او عنوان صفحة الويب مثلا www.yahoo.com مثلا، تمام؟ او ممكن تختار من recent files او من البراوز بيج الهيستوري بتاعك، او من زي ما قلنا كارنت فولدر، او تعمل براوز لاي فولدر خاص بيك، تمام؟ يبقى انت ممكن تختار تعمل هايبر لينك لاي فايل موجود على جهازك او ويب بيج موجوده على الانترنت تقدر تكتب عنوانها، تمام؟ دي حاجه من ضمن الحاجات اللي انت عايز تضيفها. طيب لو انت كتبت اوكي كده هتلاقي اللينك، اول ما تلاقي مكتوب كده يعني اول ما تيجي ناحيه، اول ما تشاور بالماوس ناحيه اللينك هتلاقي العنوان اتكتب اوتوماتيك http://www.yahoo.com. طيب ممكن تغير اسم الموقع ده، تمام؟ ممكن تغير السكرين تيب او المربع اللي بيظهر ده، ممكن تغير الكلام اللي موجود جواه. ازاي؟ لو انت عملت كليك رايت كليك واخترت edit hyperlink، تمام؟ هيفتح لك نفس الويندو الخاص ب edit hyperlink سكرين تيب كده مثلا، ولتكن كده مثلا. اوكي واكليك على اوكي واكليك تاني على اوكي
واجي تاني اقرب ناحيه الهايبر لينك، هلاقي اللينك اتغير، هلاقي السكرين تيب اتغيرت، بقت كلمه ايه؟ ياهو، بدل ما هي ايه؟ بدل ما كانت نفس العنوان. تمام؟ يبقى انا مثلا لو عايز اكتب اسم السايت بتاعي بدل العنوان او كليك هير، يبقى هو عارف هيروح فين، اكتب له في السكرين تيب من الهايبر لينك، كليك رايت كليك واختار ايديت هايبر لينك، اختار سكرين تيب واكتب العنوان او اكتب السكرين تيب اللي انا عايزها. تمام؟ اوكي؟ يبقى انا ممكن اختار اعمل لينك لمكان في فولدر او فايل على الجهاز عندي، او ويب سايت واكتبه جنب كلمه ادريس في الادريس بوكس هنا. تمام؟ ممكن اختار كمان اعمل كليك او اعمل لينك ل place in this document. تمام؟ مكان في الدوكيمنت بتاعي. تمام؟ اول ما كليك على place in this document هلاقي الاوفيس او هلاقي مايكروسوفت وورد 2010 بيعمل ايه؟ بيجيب لي كل الهيدنجز اللي موجوده في الدوكيمنت بتاعي، بحيث ان انا اختار كليك لاي هيدنج من الهيدنجز او العناوين اللي موجوده عندي، وليكن مثلا ده. تمام؟ اوكي، واقول له اوكي. تمام؟ لو عملت كليك عليه كده هلاقيه وصلني لفين؟ للتايتل او للهيدنج اللي انا اخترته. هرجع تاني للهايبر لينك اللي موجود في اخر الدوكيمنت، هلاحظ ان انا اول ما اشاور عليه بالماوس هلاقي مكتوب ايه؟ ياهو. طبعا انا عايز اغير دي، فهقول له edit هايبر لينك واغير السكرين تيب واكتب مثلا التايتل اللي انا كنت وصلت له الناحيه الثانيه او اللي انا عملت هايبر لينك ليه. تمام؟ يبقى السكرين تيب اول ما اطبقها بتطبق على كل الايه؟ بتطبق على الهايبر لينك، سواء كان ليه فايل او ويب بيج او بليس في الدوكيمنت. تمام؟ او ممكن تعمل لينك لايميل ادرس، بتكتب الايميل والسبجكت. تمام؟ بحيث انك اول ما تعمل كليك مثلا ممكن اكتب الايميل كده، سبجكت مثلا ها ايه، اوكي، واقول له اوكي كده، بحيث انك اول ما تعمل كليك هتلاقيه فتح الايميل بتاعك ببرنامج اوتلوك او اوتلوك اكسبريس اللي انت بتستخدمه. طبعا لو عندك اوفيس 2010 هتلاقي الاوتلوك هو اللي اشتغل، سواء كان ايا كان الديفولت ايميل بروجرام بتاعك، والايميل اللي انت اخترته تكتبه، والعنوان اللي انت اخترته للمسج بتاعك، بحيث ان يبقى الدوكيمنت بتاعك فيه ايميل للمسج. طبعا are you sure you want to save او do you want to save changes، هقول له نو وارجع تاني للدوكيمنت بتاعي. يبقى انا عملت هايبر لينك لمكان في الدوكيمنت او لفايل او ويب بيج او لايميل ادرس. تمام؟ اوكي. او لنيو دوكيمنت، لو انت عايز تعمل كرييت لنيو دوكيمنت هو اوريدي مش موجود على جهازك، وهكذا. وفي كل الاحوال تقدر تغير السكرين تيب بتاعتك زي ما انت عايز، كهيلبفول تول، يعني كاداه مساعده ان هي تخليك او تخلي اللي هيعمل كليك يتعرف ان هو هيروح في مثلا ميل تو الايميل ده، والسبجكت هو كذا. تمام؟ ده بالنسبه لي الهايبر لينكس. دي كانت مجموعه من الاسئله اللي اتسالت لي في خلال المحاضره اللي فاتت، كان من ضمنها الهيدر والفوتر، وكان من ضمنها العناوين او الفوت نوتس، وكان من ضمنها الهايبر لينكس، وكان من ضمنها الووتر مارك. تمام؟ طيب تعالوا نتكلم عن نقطتين اخيرتين او ثلاث نقط اخيره ننهي بيها محاضره النهارده. لو انا عايز ارجع لاول الدوكيمنت كده
طبعا انا زي ما انتم شايفين الدوكيمنت بتاعنا ده متعدد الصفحات، وانا عندي كذا طريقه اتنقل بيهم من خلال الدوكيمنت ده، او اتنقل من خلالهم في داخل الدوكيمنت. يمكن اتكلمنا عن نافيجيشن بين قبل كده، كنا قلنا من قائمه من فيو تاب تحت شو جروب بختار نافيجيشن بين، هلاقي كل التايتلز والاقي الصفحات البيجز، وهلاقي لو في بيكتشرز او كابشنز او اي illustrations بلاقيها موجوده هنا. تمام. عندي كمان من الطرق او من الوسائل اللي اقدر اجو ثرو او اتحرك من خلالها داخل الدوكيمنت بتاعي، ان انا لو عايز ادور على كلمه معينه مثلا موجوده او مش موجوده في الدوكيمنت بعمل ايه؟ من الهوم تاب باجي في اليمين خالص في اخر اليمين. طبعا انا مش كل الناس بيبقى عندها اللعبه اللي اسمها ريبون هيرو دي. دي جيم بتساعدك على انك تتعلم اوفيس 2010، لو تحبوا تنزلوها ممكن نتكلم عنها في وقت من الاوقات بعد كده، بحيث انك ما تنساش يعني او تكتشف فيتشرز جديده. انت اخر جروب عندك في الهوم تاب بتبقى موجوده اديتنج، بيبقى تحتها اخر جروب بتبقى اديتنج، بيبقى تحتها ثلاث كومنتس فايند ريبليس وسيلكت. لو انا عملت كليك على فايند كده هلاقيه اظهر لي النافيجيشن بين اللي انا عايزها او اللي انا متعود عليها او اللي انا عرفتها، مش دي اللي انا عايزها دلوقتي. دي ممكن اعمل بيها سيرش جوه اي حاجه من الحاجات دي كلها، بس مش هيوصلني للكلمه اللي انا عايزها، ولكن هيوصلني لكل مثلا لكل الايه كده، هيوصلني لكل الاسطر اللي موجود فيها الكلمه دي. تمام. بحيث ان انا اقدر اتنقل منهم واحد ورا واحد وهكذا. طيب ده الكلام ده لو عملت ايه جوه الايديتنج جروب او كليك على فايل. طيب لو انا ما عملتش كليك على فايل، لو انا عملت كليك على السهم اللي جنب كلمه فايل كده، هلاقي ثلاث اوامر فايند وادفانسد فايند وجو تو. لو كليك على فايند هلاقي نفس فايند اللي انا عارفها اللي احنا عارفينها من خلال النافيجيشن بين. طيب لو عملت كليك على السهم واخترت ادفانسد فايند، هلاقي بقى فايند اللي احنا كنا متعودين عليها واحنا في اوفيس 2003 بنعمل كنترول اف بتطلع لنا، ما كانش فيه نافيجيشن بين. تمام. فايند وات الكلمه اللي انت عايزها، لو قلت له فايند نيكست هيوصلك لاول ايه لاول كلمه. طب فايند نيكست هيوصلك للكلمه اللي ايه اللي بعدها. طب فايند نيكست هيوصلك للكلمه اللي ايه اللي بعدها وهكذا. طيب انت ممكن تعمل فايند من خلال اوبشنز كتير جدا، مش شرط تعمل فايند على كلمه، ممكن تعمل فايند على مثلا على فورمات معين او على فوت معين او فيلد معين او لتر او باراجراف مارك مثلا او تاب كاركتر او وهكذا. ممكن تعمل كليك سيرش او فايند لفورمات معين، عايز فايند لكل الكلمات اللي مكتوبه مثلا بالستايل ده او باللون ده او بالشكل ده وهكذا. تمام. طيب فايند ان وات في الدوكيمنت ده ولا في الهيدرز والفوترز ولا في الفوت نوتس ولا في الكرنت سيكشن لو انت عامل سيلكت وهكذا. تمام. طيب ده بالنسبه لي فايند. الادفانسد فايند دايلوج بوكس هلاقي اسمه فايند اند ريبليس. يعني ايه ريبليس؟ يعني بدل كلمه مكان كلمه. نفترض مثلا ان انت وانت بتشتغل جاي لك دوكيمنت فيه مصطلح مثلا اسمه اي حاجه بس مكتوبه باختصار، وانت مش كل الناس عارفه الاختصار ده مثلا، وليكن مثلا ايه
ARE مثلا كده. انت كل كلمة ARE دي مش كل الناس عارفة ان ARE هي معناها Arab Republic of Egypt، جمهورية مصر العربية، فانت بتحب انك تكتبها بالتفصيل الممل. كده ايه اللي هيحصل لما انت ايه اللي هيحصل في الوورد، او ايه اللي الوورد هيعمله لما تكتب اللي انت شايفه ده، او لما تكتب الدايلوج بوكس زي ما انت شايف كده. الدوكيمنت بتاعك فيه كل كلمه بدل ما يجي يكتب مصر بيكتب ARE، تمام؟ فمش كل الناس عارفه انها ARE، فانت في كل مره عايز تغير، كل مره تخليها ايه، Arab Republic of Egypt او Egypt بس مثلا، تمام؟ او مثلا عايز تغير كلمه ASAP مثلا تخليها ايه، as soon as ايه possible، والايه دي نخليها ايه small، تمام؟ مثلا لو الكلمة دي متكررة اكتر من مرة، لو جيت تغيرها بايدك ممكن تفوتك مرة من المرات تلاقيها مكتوبة ASAP، تمام؟ انت في الاوفيشال دوكيومنتس، او في المستندات الرسميه، او في الجوابات، او في الخطابات لو انت بتكلم مديرك او حاجه زي كده، لا يفضل انك تستخدم الاختصارات دي. زيها زي الاختصارات اللي بتبقى موجوده عندنا في العربي مثلا، زي اي اس اي اللي هي ان شاء الله، ومش عارف صاد اللي هي صلى الله عليه وسلم. ممكن انت وانت بتكتب الدوكيومنت بتاعك تكتب صاد 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 وبين قوسين، تمام؟ اوكي، لو بتكتب بالعربي مثلا ممكن في الدوكيمنت بتاعك تكتب ايه، صاد كده، تمام؟ وتيجي تقول له ريبليس ويل ايه، صلى الله عليه وسلم. ايه اللي هيحصل؟ اكتب انت صاد جوه الدوكيمنت زي ما انت عايز، وبعدين اعمل ريبليس، هتلاقي كل الصاد اللي بين قوسين دي هتلاقيها بقت ايه، صلى الله عليه وسلم، من غير ما انت هتضطر انك تغيرها كل مرة، تمام؟ ده بالنسبة للفايند والريبليس. لو بصينا على الجو تو تاب، هلاقي ان الجو تو تاب ده تول من ضمن التولز اللي مايكروسوفت بتوفرها لنا جوه وورد 2010، بحيث انك تقدر تعمل نافيجيشن جوه الدوكيمنت، بحيث انك تقدر تنقل جوه الدوكيمنت سواء من خلال تيبلز او جرافيكس او ايكويشنز او اوبجكت او هيدنج، تمام؟ جو تو هيدنج، الهيدنج اللي اسمه ايه؟ او الهيدنج اللي رقمه كام مثلا؟ 3. لو قلت له جو تو هتلاقيه يوصلك فعلا للهيدنج رقم 3 في الدوكيمنت، ادي 1 2 1 2 3، تمام؟ 1 2، وهو كان واقف عند الهيدنج الثالث. واحد هيسال يقول الله، امال ده ايه؟ ده مش هيدنج، ده تايتل، تمام؟ لو بصيت على الستايل اللي اخترته هنا هلاقي ايه؟ تايتل، تمام؟ ده مش هيدنج، تمام؟ ده بالنسبة لي الفايند وي ريبليس وي جو تو، لمحة سريعة كده ليهم. وممكن انت تكتشف اكتر الاوبشنز، الادفانسد اوبشنز اللي موجودة اللي تقدر تخدم احتياجاتك، تمام؟ طيب اخر حاجة عايز اتكلم عنها النهاردة، او مش اخر حاجة، اخر حاجتين عايز اتكلم عنهم النهاردة، ان انت ممكن تفتح اكتر من دوكيمنت. لو انت لو اخترت من فايل وقلت له اوبن، واخترت مثلا دوكيمنت زي ده وقلت له اوبن كده، انا فاتح 2 دوكيمنت. لو عايز تظهر الاثنين دوكيمنت دول جنب بعض بتعمل ايه؟ الاوبشنز او الكوماندز الموجوده او الخاصه بالتحكم في اكتر من دوكيمنت مع بعض بتبقى موجوده في الفيو تاب في الريبون، في جروب اسمها ويندو. لو قلت له فيو سايد باي سايد كده هلاقيه اظهر الايه، التو دوكيمنت فوق بعض زي ما انا شايفهم. طيب لو رجعت تاني لفيو وقلت له ايه، الرينج اول مثلا، او فيو سايد باي سايد تاني، هلاقيهم
هلاقيه شال السايد باي سايد تمام، واقدر اتحكم في اي دوكيمنت من التو دوكيمنت بحيث ان الاثنين يكونوا جنبي. طيب لو لاحظت ان انا عملت سكرول كده هلاقي الاثنين دوكيمنت بيتحركوا مع بعض. انا عايز احرك واحد بس، لو عايز احرك واحد بس هقول له اشيل الهايلايت من على جاست وان كليك كده على سينكرونايز سكرولينج كده، هلاقي دوكيمنت واحد بس هو اللي بيتحرك تمام. طيب ممكن اقفل او ممكن اقول له ارينج اول كده، او اقفل الدوكيمنت ده انا مش عايزه خلاص. انا محتاج مثلا في الدوكيمنت اللي انا شايفه ده محتاج ان انا انقل كلمه من هنا مثلا، او الباراجراف ده محتاج انقله لمكان تاني، او محتاج ان انا يكون مكانين من الدوكيمنت موجودين جنب بعض. يعني ايه مكانين موجودين جنب بعض؟ يعني انا اقدر اشوف اول الدوكيمنت واخره في وقت واحد، بحيث ان انا لو عايز انقل بيانات في جدول او بيانات من جدول انقلها بره جدول او بفورمات مختلف وهكذا. ممكن اعمل ايه؟ ممكن اجي كده من فوق من جنب الرولر كده، من فوق الرولر كده تحت الريبون مباشرة، لو اتحركت كده لحد ما الماوس يبقى شكله سهمين فوق بعض زي ما انا شايفهم كده، واتحرك بيه كده هلاقيه عمل سبليت او فصل الدوكيومنت بتاعي لمكانين تمام كده. انا دلوقتي تحت في اخر الدوكيومنت اهو، اخر وفوق على اول دوكيومنت اهو، بحيث ان انا لو عايز انقل اي حاجه معينه من اخر الدوكيومنت لاوله كطريقه من الطرق ان انا اعمل سبليت او بالرولر كده تمام، او سبليت من الويندو. لو كليكت سوري البرنامج هندل، طبعا البرنامج هنج بس انا رجعت الفايل زي ما احنا قلنا على الاوتو ريكفر، اتكلمنا عن الاوتو ريكفر، رجعت الفايل بتاعي تمام. طيب ممكن تعمل ايه تاني غير سبليت؟ ممكن لو انت فاتح اكتر من ويندو تعمل سويتش. فاكرين سويتش ويندوز اللي بتبقى موجوده؟ فاكرين قائمه ويندو في اوفيس 2003؟ الناس اللي بتستخدم اوفيس 2003 فاكرين قائمه اسمها قائمه ويندو، كنت بتلاقي فيها ازاي تغير بين الويندوز المفتوحه. قائمه ويندو اللي كانت موجوده في اوفيس 2003 بقت دلوقتي موجوده في الفيو تاب في كده. الشيرنج اشتغل قائمة ويندو اللي كنا بنلاقيها في اوفيس 2003 دلوقتي بقت موجودة في الفيو تاب في الريبون زي ما احنا شفنا نيو ويندو او ارينج او سبليت او سايد باي سايد زي ما شفنا وهكذا، او سويتش ويندوز لو انت فاتح اكتر من ويندو جوه البرنامج بتاعك او فاتح اكتر من دوكيمنت تمام زي ما شفنا.
من معادلة معينة، تمام؟ او عايز تضيف عليها، ما احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن السيمبلز، العلامات في الترقيم، فاكرين العلامات في الترقيم؟ احنا ممكن نضيف علامة معينة من insert tab تحت symbols group، ممكن اختار من symbol، اختار العلامة اللي انا عايزها ولتكن اي علامة من العلامات اللي موجودة دي كده مثلا. طيب لو مش محتاج، لو مش عايز اي علامة من العلامات دي، ممكن تكليك more symbols، هتلاقي كل السيمبلز اللي موجودة في الفونت او في الفونتس بتاعتك في الوورد او في الويندوز، تمام؟ اختار الموجودة او اختار السيمبل اللي انت محتاجها وتضيفها، اظن ما فيهاش اي مشكلة كسيمبلز. الجديد بقى اللي انت تقدر تضيفه انك تقدر تعمل equation. يعني ايه equation؟ يعني معادلة، سواء انت تقدر تعملها بايدك او تختار معادلة من المعادلات الجاهزة. تعالوا نشوف مثلا معادلة من المعادلات الجاهزة ولتكن ايه، حاجة زي كده مثلا، معادلة بسيطة زي دي، ولتكن الخاصة بايه. احنا عارفين المعادلة دي، يمكن الناس بتاعت الرياضة عارفة ان دي مساحة الدايرة، تمام؟ باي ار سكوير. انت عندك كمعادلة، دي معادلة وتقدر تتحكم في كل جزء من اجزائها، وطالما انت اضفت حاجة جديدة او كومبوننت جديد للوورد، هتلاقي تاب اسمه ايه، equation tools design، في كل العلامات اللي انت تقدر تختارها اللي تخدم الاكويشنز، وفي جاليري اللي احنا عارفينه اللي احنا لسه شايفينه الخاص بالاكويشنز، الديفولت اكويشنز مثلا، ممكن نختار اكويشن زي دي. اوكي، تمام. انت كده دلوقتي غيرت الاكويشن بتاعتك، بقت ايه؟ لو عملت انسرت لإيكويشن تاني، ممكن تختار الإيكويشن بتاعتك، نختار إيكويشن معقدة شوية ولتكن دي. أوكي، مثلا دي الإيكويشن الخاصة بالمعادلة الإيه؟ المعادلة من الدرجة التانية مثلا. في نفس الوقت ممكن أعدل عليها أي حاجة، يعني ممكن أبدأ منها وممكن أعدل عليها، وممكن أنا أبدأ إيكويشن من عندي. لو قلت له insert إيكويشن وقلت له insert new equation كده، هلاقي equation فاضية موجودة قدامي، بحيث ان انا اقدر اضيف عليها مثلا، اضيف عليها زي حاجات زي ايه، زي مثلا كسر، لو عايز اضيف كسر واكتب هنا مثلا رقم 1 وهنا رقم 2، اوكي، يبقى انا كده كتبت مثلا النص. مش لازم تكون equation بقى، يعني مش لازم يكون جوه equation. انا ممكن اكون شفت في اي ملف وورد قبل كده ان الكسور مكتوبه بالطريقه دي، اقعد ادور هي الكسور بتتكتب كده ازاي، طب هو عمل الشرطه المايله دي كده ازاي، طب هو عمل كتب الواحد فوق والاثنين تحت كده ازاي. دي بتبقى مكتوبه زي ما احنا عرفنا دلوقتي، طبعا اكيد انت عرفت دلوقتي انها مكتوبه بالايه، بالايكويشن، من انسيرت تاب تختار ايكويشن. اوكي، تمام. كلام سريع عن الايكويشنز، ازاي تضيف ايكويشن، وازاي تعمل، ممكن تعمل ايه كمان، ممكن تسيف الايكويشن بتاعتك، تمام؟ ممكن تعمل تسيف الايكويشن بحيث انها تبقى موجوده في الجاليري الخاص بالايكويشنز، تبقى كاوتوماتيك ليك. اوكي، تمام. طيب الايكويشن بتاعتنا مثلا، لو اخترنا ايكويشن زي دي كده، او خلينا في الايكويشن بتاعتنا اللي احنا عارفينها ولتكن دي كده مثلا، وقلت له ان الايكويشن دي في بروفيشنال او لاينير، لو قلت له لاينير كده هتبقى خط واحد. طيب لو رجعت كده من الهوم تاب، قلت له انا عايز الايكويشن دي تبقى سنتر، اوكي، تمام. كده الايكويشن بتاعتك مكتوبه، ولكن ملهاش حدود. طب ازاي احط لها حدود؟ يعني انا مثلا، انت لو بتكتب برهان مثلا او اثبات بتاع قانون معين في الفيزياء او في الرياضه، لو بتكتبه على الوورد
ممكن تكتب الايكويشنز بتاعتك والاستنتاج المعادله النهائيه بتاعتك بتبقى عايز تبروزها. طب تبروزها ازاي؟ سواء كانت ايكويشن او اي تكست معين، يعني ممكن تكون محتاج تبروز جزء ده من الدوكيمنت او تبروز باراجراف معين من الدوكيمنت، مثلا اي باراجراف. ممكن بتسلكت عليها كده، اوكي، ومن الهوم تاب في باراجراف جروب تكليك على الايكون دي كده، الايكون الخاصه بالبوردرز اند شيدنج، تمام. لو عملت كليك كده هلاقي ان الايكويشن او التكست اللي انا اخترته معمول عليه ايه؟ الحدود اللي انا اخترتها. طب ممكن ابلاي للحدود دي على تكست؟ اه ممكن، مثلا كتكست زي ده كده مثلا، الحدود دي ممكن ابلاي على تكست، اوكي. طيب، طب لو انا عايز اغير التكست او اغير لون الحدود دي او اغير لون البوردرز دي، من نفس المكان في الهوم تاب في باراجراف جروب اختار بوردرز اند شيدنج، تمام. هلاقي اوبشنز كتير قوي خاصه بالبوردرز اند شيدنج، يمكن اللي اتعامل مع اوفيس 2007 او اوفيس 2003 يكون فاميليار ويز ات او تكون معروفه بالنسبه له. تقدر تختار مثلا شكل البوردر كده مثلا، وتختار الفونت او تختار الويدث او تختار الكالر مثلا كده. وفي كل الاحوال اي تطبيق بتطبقه بتلاقي بريفيو موجود على اليمين. ابلاي تو باراجراف، اوكي، واقول له اوكي. هلاقي التكست اللي انا اخترته اتعمل عليه بوردر بالطريقه اللي انا عايزها، اوكي، تمام. لو رجعت تاني للبوردرز اند شيدنج هلاقي قدامي شادو او ظل. لو انا اخترت الظل كده هلاقي نفس الشكل ده كده، اوكي. ممكن اتحكم في البوردر بالطريقه اللي انا عايزها او بالحجم اللي انا عايزه. طيب، او ممكن وانا في البيج ممكن اختار بوردر او برواز للبيج كلها، تمام. تعالوا مثلا نشوف البيج ازاي نطبق برواز او بوردر للبيج. لو عملت كليك على البوردرز اند شيدنج من الباراجراف جروب في الهوم تاب واخترت بيج بوردر وقلت له مثلا بوكس، هلاقي نفسي ان انا ممكن اختار مثلا بوردر زي ده. طيب، لو انت عايز البوردر بتاعك يكون في كل النواحي مثلا ما عدا الناحيه الشمال، تعمل ايه؟ هتلاقي عندك بوتوم معين او بوتومز معينه، كل بوتوم مخصوص لايه؟ لجهه معينه من الجهات. مثلا ادي الناحيه الشمال كده، انت عملت ريموف للبوردر بتاع الناحيه الشمال. طيب الناحيه اليمين كده، انت عملت ريموف للبوردر من الناحيه اليمين كده، انت خليت بس في البوردرز موجوده فوق وتحت بس، تمام، اوكي. ممكن ناس بتحب تعمل كده، البوردرز تبقى موجوده فوق وتحت بس. لو قلت له اوكي كده هتلاقي البوردرز فعلا موجوده فوق وتحت بس في الدوكيمنت. لو رجعت تاني للبوردرز كده هتلاقي البوردرز موجوده فين؟ البيج بوردرز هتلاقيها متطبقه فوق وتحت بس زي ما احنا شفنا. طيب، ممكن اخلي الفوق الفوق بلون وتحت بلون. ممكن اخلي مثلا البوردر ده باللون ده كده وابلاي كده، اوكي. يعني انت بتعمل ايه؟ يعني انت بتختار السيتنجز اللي انت عايزها، سواء كان مثلا في الشكل كده والويدث لو في ويت او واللون كده مثلا، اوكي. ولو عايز تختار ارت معين لو موجود،
وتطبقه وتعمل كليك على البوردر اللي انت عايز تطبقه عليها. يعني مثلا لو اخترت كده، لو كليك كده هيبقى البوردر اللي فوق بالشكل ده والبوردر اللي تحت بالشكل ده، تمام؟ لو قلت له اوكي هتلاقي زي ما انت شايف كده، ادي البوردر فوق وادي البوردر تحت بالشكل اللي انا اخترته الشكل التاني. اوكي، طب انا عايز اعمل بوردر في الجنب، في الجنب اليمين والشمال بنفس بشكلين تانيين، ممكن عادي جدا اروح من الهوم تاب اختار البوردرز اند شيدنج واروح ناحيه البيج بوردر واختار ايه اليمين. طبعا اول اختار الطريقه اللي انا عايزها او الفورمات اللي انا عايزه او الستايل اللي انا عايزه والكلر اللي انا عايزه كده. اوكي كده البوردر ناحيه الشمال او الخط الحدود ناحيه الشمال هتبقى بالشكل ده. يبقى انت ممكن تختار اربع اشكال او اربع فور ستايلز معينين، اربع حدود للصفحه بتاعتك. اوكي تمام، نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر ونتقابل ان شاء الله باذن الله. امتى ميعادنا المحاضره الجايه؟ امتى؟ الاحد الساعة التاسعة مساء. حد عنده سؤال؟ جزانا واياكم. لو حد عنده اي سؤال وهو لو حد لقى اي احتاج لاي سؤال وهو بيطبق ممكن يسال في الفورم، انا مستني اجاباتكم في الفورم الخاص بالكورس بتاعنا. وان شاء الله باذن الله نلتقي يوم الحد علشان نقول الاجابه الصحيحه والفائز. انا ما اعرفش بصراحه اقدر اقدم جوائز شكلها ايه، ولكن هنشوف موضوع الجوائز ده مع الاكاديميه. اوكي جزاكم الله خيرا.